لي بعد مفاوضات طويلة وطويلة جدا، أطول مفاوضات سبور ماكس مع أسامة سلامي. يا ترى مفاوضات روجيه المرة فما الإشكال. أنا المعلومة اللي عندي شكون باش يكون مباشر مع 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 روجيه؟ فما هو طالب مهدي النفطي، فما كلام على المحمدي، فما إمكانية طلع واحد من ولاد توا كيما وائل بالأكحة لو يطلعش رضا جدي ممكن نخدم معاه. رضا جدي تقريبا عنده عروض خليجية لأن عرفت تقريبا ماشي لدوري قطري. ينجم ينجم. آخر تطورات في الإفريقي، تمديد عقد لأسعد الدريدي حتى جوان 2022 هكا، ولا محمد عامين الميركاتو وشنو ينقص وشنو لازم للنادي الإفريقي؟ هذه ستاتزون. المدرب الأسعد الدريدي مدرب نادي إفريقي في أرقام 440 يوم على رأس الإفريقي منذ 7 جويلية 2019، 28 مباراة، 14 انتصار، 7 تعادلات، 7 هزائم، استعمل 38 لاعب، الفريق يسجل 1.11 هدف في المباراة تقريبا حسب التقريب، هدف كل مباراة، يقبل 0.54 هدف في المباراة تقريبا، يعني هدف كل جزء مباريات. هذه أرقام الأسعد الدريدي بطريقة عامة. أسامة، الأرقام هذه شنو تقول على الأسعد الدريدي؟ والله شوف، هو الموسم هذا الناس كل تعرف اللي هو استثنائي، فيه برشا صعوبات مادية، افكتيف بليسور كذا بون، وزاد ما خبيوش اللي الأسعد زاد فما مباريات اللي كان يتحمل فيها زاد المسؤولية. لكن كي نشوفوا تولي قلت الاستاتيستيك هذا يرجعني ل 2008، هذول عام الشامبيونا هزينا الناس كل تعرف وقتها في 90 مركيب، فهمت؟ حاجه تتحسب الاسعد اللي يعني الانيماسيون ديفونسيف. لكن سامحني، هذاك شامبيونا هزيت شامبيونا مر هذي نعرف مرتبه خامسه. فاهم كي مرتبه خامسه ناحي منهم هذوما السي بوان. انا راني مش راني ندافع على الاسعد، لكن اهم حاجه اللي نراها انا شفتها السنه اللي كونوا الانيماسيون ديفونسيف كانت حاجه هايله نصوره. رغم اللي انا ديما ضد وديما نستاء كي نتفرج مثلا في ميسيون بعد مباراه يخرج لي الجارديان ما يرجو اللي صارت في النادي الافريقي يمكن 5 ولا 6 ماتشات على فيل، يعني هذا يدل اللي الجمعيات قاعده توصل للكاج تهدد في مرمى الافريقي. اي صحيح. وزاد ما نساوش خويا ثم يا دي ماتش اللي شفنا قداش من اوكازيون يعني تجي الريوسيت ما فماش، الصنعه ما فماش، اللي جاب لاتاكون ما عندوش عين. فهمت؟ برشا حاجات خلات العام هذايا كان صعيب برشا، ونتصوره توا بالكونترا نتاع الاسعد يعني العام هذا نصور الاسعد باش يتحاسب وباش يتحاسب من اول موسم، ونتصور اللي هو بيدو في باله، فهمت؟ الناس صبرت اوكي، يعني تعدى عام باهي بخايب وبالاطخات وما ربي، لكن السنه نصور من اول جورني الاسعد لازم يكون كونسيون اللي باش تكون الموسم هذا كل ماتش وماتش. ريت نهار لحد يكمل الماتش، نصور نهار لحد في الليل باش يتحاسب على ساعة ونص اللي تعدات، سواء ربح ويكون خايب، خاطر هذا عام مئوية يصير مرة في 100 سنة، من حسن حظ الأسعد اللي كان على باش يكون على رأس النادي الإفريقي. ونتصور تو بالعام اللي تعدى الأسعد فهم الكلوب مليح، فهم لا مونتاليتي، فهم يعني العباد اش طالبة وكل شيء. نتصور اللي كونسيون اللي العام هذا باش يكون، قول انا بدايه العام بدايه الموسم باش تكون ديسيزيف برشا، باش يكون اصعب يعني حسب كلامك الموسم هذا الاسعد الدريدي. علاش فما حمله وسام على الاسعد الدريدي؟ العديد من جماهير نادي افريقيا نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت ربما باقاله او تنحيه الاسعد الدريدي، رغم الظروف اللي ريناها الكل اللي غير عاديه السنه، من منع من الانتداب، من كوفيد 19، من ملاعبيه وانتدابات حقيقة عشوائية. نشوف أنا تشافاري جي وبرينو بعد يتم فسخ عقودهم، فما ملاعبية ربما ماهيش كومبيتيتيف كيما الزمزمي كيما عبد القادر وسلاتي، يعني منظر القياس شفنا كل شيء في الانتدابات في النادي الافريقي السنة. هذا ايش قلت لك؟ أنا قلت لك توا أن أهم حاجة ساعة اللي خلينا نقول، أنا كنت باتصال مع الأسعد البارح. الحاجة اللي كونفيرميها لي اللي كونوا لي ريكروتمون اللي صاروا توا هذوما نتاع الزوز هذوما الجدد كان هو يعني موافق عليهم. نحكيو على بن عياده، حسين بن عياده و زوز زيريه حسيلو هو اللي كان موافق عليهم.
بون شكون الثاني اسامه حسين بن عياده؟ باهي نسيت الاسم. الظهير الايسر شكون الثاني؟ محمد سلامه في بوتمان. اذا لي بوتمان جوار دو كولوار. بون هذه الحاجة باهية وموا يشاوروه على الأقل، فهمت؟ باش من بعد هو زاد يتحمل مسؤوليته. لكن كي تقول لي تو مثلا لم تقع استشارة الأسعد في هذا كونفيرمو لي الأسعد، أما الباقي تو على الجمهور وكذا. أنا بيدي يعني في وقت من الأوقات هزيت تليفون وطلبت الأسعد وقلت له راه لازمك تخرج وتتكلم، خاطر الناس كي تشوف مثلا لي بيرفورمانس نتاع وجدي الساحلي ومن بعد تو دانكو ما عادش تراه، فهمت؟ يولي يلعب في دي مينوت، طلع اللاعب هذايا مثلا مصاب وما ينجمش يلعب اكثر من دي مينوت وقتها. قلت له الاسعد اخرج تكلم وضح للناس على الاقل باش الناس تعرف ليش واه هذوما هاو علاش هاو هذا علاش هاو هذا علاش. انا واحد من الناس نسال على شو اسمه عبد القادر الوسلاتي ياهو عنده مده من اللي جا ما مريناهوش مثلا، فهمت؟ حد ما خرج يتكلم اسكو بليسي اسكو حاضر مش حاضر، عنده مشاكل الفلوس عينه باش يلعب. ما هو الواضح واللي نراو فيه انه النادي الافريقي راهو عنده مشكل التواصل مع الجماهير ووسائل الاعلام. حتى احنا عندنا مشكله راهو مع وسائل مع اداره النادي الافريقي في اخذ المعلومه وفي التواصل معها، راهو هذا واضح. وقال حتى منشي الخليفي كان رئيس قالها رئيس النادي في اكثر من مناسبه. الحمله اللي نراو فيها على الأسعد الدريدي يعني ترى ربما ظالمه، هل عندهم الحق الجماهير؟ هو باش نكونوا معناتها منطقيين، معناتها الموسم فوق المتوسط، مش خارق للعاده، لكن في العوامل اللي كان يحكي عليها وسام السلامي يتسمى مقبول جدا. في تاريخه الأسعد الدريدي تقريبا في الاربعه والخمسه تجارب اللي تعداو ديما يبني ليكيب الباهيه. هو ممكن توا خذا فرصه معناتها انه اذا عاود، هو عاود ديجا عنده شهر ولا اكثر افريقيا، ما كونفيرماسيون صارت في اجتماع اربع ايام التالي مع وسام اليونسي، معناها سيرتو اذا بشوف الظروف العامه خدم النادي بنزرتي، خدم تشكيله باهيه في الملعب الجابسي، في نادي صفاقس زاد خدم معناتها النواه نتاع فريق باهي. توا يلزمو يتحاسب هو توا، كما يمكن شبيه بالظرف نتاع معين الشعباني في الترجي، كل ماتش بدمه بلغه الكوره. من حسن حظه زاد ثم رمزيه كبيره برشا في عام المئويه. الأسعد الدريدي زاد ممكن حب يشد الكوزينه نتاعه نتاع الكلوب افريكان، خاطر النادي الافريقي مخترق جدا اتصاليا، وانت تعرف حتى ديجا الريزيلياسيون تاع كونترا شافاري خرجت في الطريق، مازال ما وصلوش للبلديه وخرجت معاه. ما اسمعني ما ظلمناش احنا كارلوس شافاري لهنا، لا 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 كارلوس شافاري لا برينو ما تحكي عليهم بسام سويلي من ما ظلمناش وقتها معنا ندردي ودوري وخالد وانتي وكل محمد ما ظلمناش. نرجعوا توا اللي صاير باش نكونوا واضحين، انا عمري ما كنت مدرب، لكن اذا باش خرج كلام وهو خالد مدرب والولاد لاعبين كوره تجي معناتها لافي تاع ماتش حاسم جدا ضد النجم الساحلي وتقول انه الأسعد الدريدي عنده شبه اتفاق مع النجم الساحلي، تي ضربه كبيره برشا حتى للمورال والليتيك واللي تحب انت. معناتها هذه صارت مع مارشون 2007 وسام تتذكر، معناها انت اللي خرجها راه مش بريء حتى الطرف. فما نوع من اولاد الجمعيه يضربوا في الأسعد، ممكن ماهوش ود لكلوب افريكان وكل شيء، هذا مش ندافع عليه. راه الأسعد عنده زاد برشا اخطاء، نوع من الخوف المبالغ فيه، ثم ماتشات كان ينجم يقدمهم كلوب افريكان بكل اريحيه وضيعهم. معناها يتحاسب زاد ويزم وعنده الله اعلم ظروفه شنو هي التشكيله اللي لعب بها، لكن فما عباد زاد معناتها مستواها التدريبي اقل برشا من الأسعد الدريدي، ومعناتها تحلل في نظريات وانه تبني في فرضيات وتوجه في الراي العام وباجات فيسبوك تخدمه الى ما غير ذلك. الأسعد يمكن زاد كان اتصاليا كان مطالب انه يوضح كما حكى اسامه ويخرج يوضح برشا كلام. موسم مقبول بالظروف لكن عنده برشا اخطاء، لكن زاد فما برشا نيران صديقه تو ضربته، خرجت لاسامي منافسه معينه باش تكون هي مدرب، خرجت له هو اتفاق مع النجم الساحلي اللي هي نيغوسياسيون صارت قبل ورفض. دونك تشوف انه فما كان فما دفع الى التغيير، لكن توا بعد الاتفاق مع وسام اليونسي ما نعرفش على الظروف الماديه على الافكتيف على شنو اللي صاير، تنجم في السيزون الجديده تحاسب الأسعد. وعلى ذكر انه الظهور الاعلامي قلت لازم الأسعد الدريدي يخرج ويوضح، هو وعدنا راهو باش يجي حذانا راهو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا في المواعيد القادمه يكون ضيفنا هوني في سبور ماكس. خالد باركور الأسعد الدريدي شنو ربما نجم تلوم على الأسعد، شنو النقاط اللي تحسنت برشا في النادي الافريقي مع الأسعد الدريدي؟ وبالطبيعه ناخذ بعين الاعتبار الظروف اللي مر بها الافريقي الموسم هذا. الأسعد الدريدي عنده 46 نقطة رياضيا، عنده 6 موان 6 الكلوب كامل الشامبيونان في 5 كام 40 بوان، لكن الأسعد الدريدي عمل 46 نقطة
رياضيا هذا تبقى من بعد المشاكل اللي صارت اللي هو خليته يكمل في المرتبه هذيك. دونك العباد ربطت الماتش الاخراني نتاع ليطوال بالعام الكل وقت اللي العام الكل نجمش تختزله في ماتش فهمت، وممكن الظروف الجانبيه وانا اسمع في الاولاد اش كانوا يقولوا ياثروا تحبوا لا تاكر على المدرب ولا حتى على الملاعبين، لكن رياضيا ونراه من هنا اعتراف على الاقل من الاداره اللي راهو خدمتك فوالا هذيك 46 نقطه في يعني الثالث في الكلاسمون هذاك اللي يستحقه النادي وهذاك علاش ممكن خلاه يكمل العام نتاعو، لكن لو كانت الظروف كلها مريقله وهو كمل خامس اوكي سور الشونجمون باش يصير باش يصير خاطر نعرفوا الكلوب ديما عنده المراتب الاولى عنده اهداف عام سبيسيال باش يكون مئويه والكل. دونك نتصور احسن معمل احسن معامله اداره النادي على الاقل يخليه الاستمراريه، مدرب كمل صحيح حسن كامل لكن الفني قاد هو تروازيام الاستمراريه باش تعاود تفسخ وتعاود من جديد راهو صعيبه ياسر شرتو العام سبيسيال شويه. دونك دو بريفيرونس عندك شكون يفهم ليكيب باش يعمل ديماراج ديجا وعنده الباك جراوند نتاعو كو تجيب انسان جديد ونعرفوا الكلوب ما هي سهله ديما الديبار يكون صعيب كل شيء. دونك يظهر لي ديسيزيون في بلاصتها لكن توا الحقيقه خلينا نقولوا اللي ما عاونش لاسعد هما لي ريكروتمون سورتو نتاع الفترة الثانية الحقيقة كنا نحكيو عليهم زوز ملاعبية جاو تفرجوا وروحوا فما زوز ثلاثة ما لعبوش فلوس خذوا فلوس معناها تفسيخ عقد تشافاري قداش خذا طارق تشافاري فسخ عقد 150 ألف دينار أنا اللي سمعت خذا 50 برك مش لا سمعت فوق ال 100 اللي خرج 150 اللي سمعت 50 لكن هما راهو تأكيد أنك كلام خالد الستة تقريبا اللي دخلوا صابر وغازي عبد الرزاق والوسلاتي وزمزم ما فماش إضافة معناتها كونكريتمون ما فماش إضافة بالرسمي غازي أي غازي عبد الرزاق تسمى عمل له عمل صابر كيف كيف لكن اللي عايزين لي زيترونجي أنا لي زيترونجي هما راهو شوف في تونس تلقى لي زيترونجي هما اللي عملوا ديفيرونس تونس بريسك النيفو كل كيف كيف كيفاش المشكل خالد شكون اللي جاب شكون تتسائل ولا تعرف انت تتسائل ولا تعرف لا انا بون انا نسائل وميم تو خاطر نذكر كان نذكره في ديسمبر لاسعد الميكرو الميكرو فهمت قال يعني ما يدخل حتى حد كان موافق لكن شكون اللي السيد هذا اللي جاء حتى مش رئيس النادي يعني مش رئيس بأوامر فوقيه اخي معروفه وقتها وتكلمنا على انه طرف معينه تعاملت مع بسام سويلم وتفرضوا الملاعبيه الزوز هذوكم وبعد اضطرت العباد مقاربه من المكتب الجامعي انها باش تنفي لكن السيركوي واضح تقريبا المارشي هذاك منين شكون جاب منه وشكون لاجون والحكايه معروفه جدا خاطر تفرضوا من فوق فما حتى وين الفوق وين؟ الفيدراسيون فما شكون معناتها كلام شكون السيد خلينا نعرفوه عندنا صحافي وانت وانت جوار طبعا انا اونسيان جوار ما دام انت صحافي قول شكون انت تعرف شكون والله ما نعرفه اني بيك جيت نعرف نقول لا يتقالوا العباد شكون يتعامل مع السام سويد باهي دونك لو بوزيتيف حبيت نقول الايجابيات موجودين رياضيين الفريق نورمال كمل في المرتبه الثالثه زاد الاسعد عطاه شانس لبرشا لاعبيه صغار ووراو اللي هما خير حتى من لي جوار ريكروتي واللي برشا فلوس هذه زاد حاجه تتحسب له الظروف اللي تعدى بها النادي زاد في السيزون هذه نتاع المشاكل الماديه واحد حاجه ما هي سهله راهو تاثر على كسوسو على مدرب ولا على ملاعبيه مش حاجه جيرابل فهمت مع هذا المستوى الرياضي يظهر لي كما قال طارق فوق المتوسط وسيرتو لازم يبني عليه للمستقبل خاطر باش تفسخ وتعاود من جديد راهي لازم تفهم العباد والمسؤولين راه مش ساهل انك تهد فهمني يعني راه تخلي لي سيكل نتاعها دونك الاستمراريه حسب رايي بون الاسعد خلينا نقولوا زاد اللي عمل اخطاء كما كل مدرب وراه السيزون الكامله على طول سيزون فما 30 ماتش الفرق الكل تعمل ديو دي با فما باساج فيد بون جينيرالمون كانت السيزون محترمه بيو الظروف اللي تعدى بها الفريق لو بوزيتيف اكثر حاجه ممكن نراها ايجابيه هي الشانس اللي عطات لي جون هذوما اللي باش يبني عليهم الفريق خالد لي جون هذوما اللي فما كلكو زيليمون اللي حب الاسعد ينجكتهم في ليكيب سينيور يلقاهم بلاش كونتراتوات هذه المشكله ديز انترناسيونو يعني انا ما نعرف منهم ثلاثه اللي فريمون ان شاء الله سنا حاج علي مثلا ما غير ما تنجم تسمي حرف من اسمه تو يكبر مخه طفل اون سون فو المفيد اللي كانوا فما ثلاثه جوارات هذوما اللي حب الاسعد ينجكتهم كما قلت لك ديز انترناسيونو لاعبيه كبار لاعبيه يعني عندهم بوتونسيال عندهم مستقبل كبير جاي يشوف يلقاهم بلاش كونتراتوات هما ديجا ما صار عليهم جدل كبير ادم تاوس مثلا مدد عقده حتى 2022 اي انا كونتر مثلا انا كونتر تو طفل صغير 2022 يعني عام الجاي نجم يفرك الجمعيه علاش مش خمس سنين سي سا لو بروبليم في النادي الافريقي شكون اللي يقيم وشكون يعمل في الكونتراتوات هما رئيس النادي اسامه شكون ما نتصورش اسامه سامحني خدمت خذيت صلاحياتك التامه في النادي الافريقي بيان سور انا طلعت خمسه كادي
خمسة كادي طلعتهم سينيور. لا لا نحينا مصرار خمسة كادي اللي فاهم الزمزمي وفاهم الجارديان وفاهم وفاهم لاكسيال تو اللي قاعد يلعب تو العبيدي هما كادي طلعتهم سينيور. ونشكر بالمناسبة دكتور ترابلسي اللي زرب وقتها في الـ في الـ في الواحد في الـ فاليداسيون صحيح يعني خذيت حريتي تامة الحق تعرف. الانتدابات محمد شنو ناقص النادي الافريقي بعد رحيل باسيرو؟ باسيرو فتقال كلام انه قعد مع لاس عدريدي والراجل في تشيكيا وقتها يعني في سلافيا براغ. باسيرو غادر الافريقي منذ نهار الاثنين 14 سبتمبر بعد قدوم من عياده. باسيرو لعب الجزائري الجديد اللي هو اسمه قلت لي بوتمان. وين كان يلعب بوتمان؟ يلعب في نصر حسين داي. نصر حسين داي حكينا عليه الملاعب هذا جورج كلوار يلعب بالساق اليسار يعني نفس ستيل نتاع جابو مازال صغير اما ماهوش صغير ماهوش كبير يعني 19 سنه قريب من 20 ماهوش بونت. لاعب رواق يلعب على الشارع اليمين يساري دونك باش نلقاوه يلعب على الجهه اليمنى بعد رحيل باسيرو بعد قدوم بن عياده وخروج بلال الخفيفي معناها ما فماش مهاجمين وفما الحباسي يعني هذول مام بروفيل بالضبط بالضبط فوالا فوالا ديما ديما فما حاجه. لا هو انا نرى الكلوب الحقيقه الكولون فيرتبرال لازم تدعم لاكس يعني لاكس نتاع لاكس الميليو ديفونسيف ولا تاكا هذوما هذوما تبني عليهم ليكيب نتصور سي بون يعني البوست هذاك مليان. نتصور انا معناها ناقص مدافع ريجيسور معناها ما فماش سورتو كما قالوا سامل لو كلوب معناها ديفونسيفمون محمد اسيس باهي واحد على سيزون طويله في شامبيونا وكوب نجم تلعب مسابقه افريقيه شويه صحيح. لازمك مواد يعني دو زيليمون في كل في كل يعني في اللاكس نحكي لك على اللاكس كوسوسو اكسيال ميليو ولا اتاكون لازمك عندك دو جوار دو فالور خالد معناها كي تشوف الميليو تيران تاع الكلوب تو ابار خليل باقي كلهم لو ميم بروفيل معناها دي روليور ما فماش هكا الكرياتور دو جو اللي فماش كون تيرور تاع بالاريتي. لا فما مخاوف فما مخاوف انا كي نشوف الماتش الاخراني طرح لطوال انا اللوم على صابر واللوم على يحيى كيفاش يعني انا جوار يعني يهز اول مره نراه مو بالخدمه وسام يتنحك الخوف هذاك خدمه شنو؟ مو بالخدمه يتنحى ما فماش خدمه في جمعيه كبيره راه وسورتو راك في مئوي كما قلت لك انا كي تشوف البيلانتي يهز يهز شو اسمه كومبواري هكا بس وفما يحيى موجود في التيران وفما صابر موجود في التيران هذا زاد فيها نقطه تحكي مع مين الكبار انت انا سالت الفهم نسخه بتحكي على الملاعبين اهم حاجه مين اهم حاجه المهاجم معناها سمعت فما مهاجم انا جاي للنادي الافريقي اسم كبير من السوق الجزائريه حسب ليزيكول اللي عندي في زير فما ثلاثة ولا أربعة مهاجمين قاعدين يتبعوا. اي ما اسم كبير انا اللي سمعته ما زلت معناها غير مؤكدة الاخبار هذه لكن يفترض زكريا افريقي ممكن هكا زكريا شنيه نعيجي ممكن انا في خممت في اسم اخر به خاطر بون اسمه يدور هو كنت تطرح في الميركاتو انه يرجع من البرتغال للجزائر انه كان هدف للترجي هذا كان سيب للترجي التونسي يعني هو توا احنا رانا ولينا في ضوضاء كبيره برشا على السوق الجزائريه ممكن يصير حتى خلط في الاسماء بون في الافريقي التاريخيين ينجحوا وبرشا زكريا في الجزائر برشا زكريا زكريا بن شيعة زكريا موجودين برشا في السوق الجزائريه تعج بالمواهب هربوا بينا ثم قانون سنه زاد باش يطبق معناتها يلزمك اكيد ما تعرف علاش باش يطبق القانون هذا فما شكون صرح تصريح في برنامج تلفزي رياضي تصريح مدوي بعد التصريح هذا بدلوا القانون بدلوا القانون من نهارتها ما كلموني من نهارتها ما اتصلش بيه فريق الاتحاد الفريق الافريقي ما عندوش يلزمك خمسه توانسه ما عندوش اجانب يلزمك خمسه توانسه اي اما الاجانب ما عندوش معناها سته احنا نرحبوا بوسامه مره اخرى وما فماش سنسره معناتها ما فماش سنسره ينجم يقول اللي يحب اما زيد قلنا لكش ما تقولش حاجه وسامه نحن حاجه واحده كون في بالك بيه انت تزيري ما حبيش تسميه طارق واش بالتحفظ حاجه على لسعد الدريدي بالله معناها في الاعوام الاخرانيه شكون لونترنور اللي قعد عام كامل في الكلوب ولا اي لكن هو راه ديما يخدم للسيزون اللي بعدها ممكن ريتو حضر ركور ركور مدعوم من مطالب بالتاكيد معناتها نوجه تحيه لكن زاد الموسم هذا عام كامل اي معناها 2015 تاع دانيال سانشيز وقبلوا بن شيخ معناها في ال 30 سنه 20 سنه الاخرى راهي 3 4 بن شيخ قبلوا بن شيخ وبعدها دانيال سانشيز اللي هزوا تيتروات هكا اندري كوستر تنحى هو الاول انجاز قام به لاسعد الدريدي وانه كمل العام كما قلت انت نوجه له التحيه ونتمناه انه باش يكون حاضر معنا في المرات القادمه المدرب المساعد للنادي الافريقي وتصريحاته طارق تصريحاته
تخرج عن برشا ثم جانب من تهرب عن المسؤوليه. انا ما عهدتوش عليه قبل في تجاربه في النادي البنزرتي، يخدم مع ظهر لي مع نبيل كوكي ولا سعد الدريدي، لكن ولات كيما الكاك هذا التصريح نتاع سيبوا كل مره يرجع راهو ما يسالش ما فيها باش ثقافه الاعتراف اللي راهو ماتش راتي كيما ماتش لتوال ولا غابت نجاعه ولا حاجه، ما ينقص منه شيء زياد زيود وما ينقص شيء من النادي الافريقي اللي مش مصيره ترهن على ماتش. دونك يبعد شويه على التبريرات اللي يمكن قلبت حتى الجمهور اكثر من اللي جاب التعاطف. اكيد لانه مهم جدا التعامل الاعلامي خالد مع الصحفيين، شنو تقول بعد الماتش خالد جنتل في الديكلاراسيون ما يحصلش يا خالد، فهمتني؟ هي ما عنده تصريحات مدويه، راه عنده تصريح في الاسابيع الفارته، تصريح مشي برشا في وسائل التواصل الاجتماعي هكا ولا خالد يقدم محاور قبل ما يتكلم. انا نقول اللي تصوروا من غير حتى خلفيه، هذا هكا انا ريت هكا اللي فما سوكيسير فما باش يعجبهمش، انا نرضي روحي شنو باش نقول لك. هذاك بوان لين نحكيو على توا التصريح نتاع مساعد المدرب. اي بون شوف احنا في تونس عندنا مشكله نتاع كوميونيكاسيون، ملاعبيه مسؤولين حتى لي زونترونور، مش لي زونترونور الكل في ليفوري يعرف يتكلم ولا فهمت دون ليفوري تاع لي دو سونس الرابح ولا الخاسر. بون سكيسور ما نجموش نلوموا عليه زاد ياسر، مازال كظهر الاضواء المدرب المساعد، لكن تكنيك ما راهو فريق كبير لازمو ان ستاف تكنيك. ظهر لي سعيد خلى كمام بلاصه في نحكي مع حكايه الكوميونيكاسيون خاطر هو عنده بلو شيفروني زاد حتى على المستوى الفني فما انتونت ما بينه الاسعد بوتيتر نقولوا خير. شوف الكوره ماشي على المصحيح، دو زافي ولا ترو زافي خير من واحد برك. دونك الجوار مهم ياسر، اللي يشرف على سعيد سايب اللي يشرف على مقاليد فريق مستقبل رجيش الساعه الحديث بالتوفيق نشوفوه بالتوفيق لي في مهمته جديده. نصاف من عليا ستطلق ضربه البدايه غدو في السوبر الدكتوره، نصاف من عليا اخبار ريجينا توا من عند غيش انترناسيونال. نصاف غيش انترناسيونال حلوه حلوه طارق العسادي خالد المولي وسامه سلامي ومحمد سلامه فجاه في الاخراج وين في الديجيتال وقيس في الاعداد. احنا نتقابلوا كي العاده السبت الجاي ماضي ثلاثه حتى للخمسه. باي باي.